للتعليق على موضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشان العراقي الاستاذ شاهو القرداغي. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. وزير شؤون الشرق الاوسط بريطانيا يدعو العراق الى عدم الاعتماد على ايران اقتصاديا، برايك هل العراق قادر على الاستقلال عن ايران اقتصاديا؟ تحياتي لكم. بداية حقيقة هذا التصريح لهذا الوزير البريطاني يعتبر تنبيها أو مطالبة للمسؤولين في العراق بضرورة التخلي عن الارتباط بمصير إيران. نحن رأينا أنه حتى في الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني ظريف دعا إلى مساعدة العراق في المجال النووي. العراق لا يحتاج إلى هذه الأمور، ولكن إيران تريد ربط مصير العراق بمصيرها، وإذا انهارت وذهبت إلى الهاوية انهار معه العراق. ولكن التصريح البريطاني يؤكد على دعوة الدول الأوروبية للعراق، وأيضا فتح المجال من قبل الدول العربية للعراق لبدء علاقات جدية وأيضا إيجاد بديل عن الطاقة وأيضا الأمور الاقتصادية. ولكن المشكلة يأتي في عدم تجاوب الساسة الموجودين في بغداد مع هذه الدعوات وعدم اكترافهم بمصير العراق، وبالتالي خرج هذا التصريح الصريح المعلن من هذا المسؤول الأوروبي على الرغم من وجود التصاريح أخرى وأيضا تحذيرات أخرى. ما السبب في عدم استجابة الساسة في بغداد لهذه التصريحات؟ أولا لأن العراق يعتبر الرئة التي يتنفس منها إيران ويتجاوز العقوبات ويواجه العقوبات الاقتصادية عن طريق الاستنزاف الاقتصاد العراقي. إيران لديها العديد من النشاطات داخل العراق، هي تسيطر على المجال الحدودي، لا يوجد رقابة عراقية من قبل الحكومة العراقية على التجارة أو تهريب الأموال وأيضا السلع بين الحدود، وبالتالي هناك عمق إيراني داخل العراق. وأيضا الحكومة العراقية لا تستطيع أن تتخلى عن هذا الدعم العراقي مقابل بقائها. نحن نعلم أن في التظاهرات الأخيرة التي حصلت كان هناك دعم عراقي للميليشيات الموجودة والأحزاب الموجودة لقمع المتظاهرين، وبالتالي الأحزاب الموجودة تستند على الدعم الإيراني في سبيل بقائها وتوفر الدعم الاقتصادي لإيران في سبيل تخفيف آثار العقوبات الإيرانية على العراق. نعم، بعد أن أبقى الاتحاد الأوروبي على العراق ضمن قائمة الدول المتهمة بتمويل الإرهاب، يعني أليس من الضروري الآن أو الواجب على الحكومة العراقية أن تفك ارتباطها المريب بالنظام الإيراني؟ بلا شك إذا كانت تفكر بطريقة حيادية واستقلالية فمن الواجب أن تتخلى عن النظام الإيراني وتفكر في مستقبل العراق، ولكن الحكومة العراقية لا تستطيع أن تفك هذا الارتباط، وخاصة أننا نرى أن الأحزاب التي فازت بالانتخابات التي شابتها التزوير والغش والاحتيال، الانتخابات التي حصلت وفازوا في البرلمان جميعهم أحزاب مرتبطة بإيران، جميعهم إما تدربوا أو يلتقون الدعم المادي والمعنوي من الإيرانيين، وبالتالي لا يمكنهم أن يقوموا بهذه الخطوة ويتخلوا عن إيران التي دعمتهم بعد 2003 في إثبات وجودهم وأيضا في تقوية حكوماتهم. ولكن إلى الآن لا أحد يثق بالعراق، وأيضا إلى في آخر معلومة أنه حتى المساعدات التي قدمت في آخر مؤتمر للكويت لم يتم تقديمها إلى الآن من أي جهة للكويت، يتم تسليمها إلى العراق. بالتالي لا يوجد أي صدق ولا يوجد أي مصداقية للحكومة العراقية لدى العالم، والعالم ليست مستعدة، دول العالم وحتى الدول العربية ليست مستعدة أن تقدم. إذا لماذا الحكومة تروي بالاقتصاد العراقي إلى الهاوية وفق هذا الكلام؟ لأنها لا تكترث بمستقبل العراق، وأيضا لا تكترث بالمحافظات الجنوبية التي أصبحت تخرج في مظاهرات عارمة ضد الإجراءات الاقتصادية وضد إهمال الاقتصاد في هذه المناطق والاعتماد الكلي على إيران فقط لأجل التخفيف عن العقوبات الإيرانية. وأيضا الآن هناك مشروع آخر لنقل الشركات والمصانع، لنقل المصانع الإيرانية من داخل إيران إلى العراق لتوفير المواد اللازمة، وبالتالي أن تعمل داخل العراق بأيادي إيرانية، وهذا سيزيد العبء على العراق ولكنه يخفف على إيران. لهؤلاء الأحزاب الموجودين وهؤلاء القادة الموجودين في العراق للأسف لا يكترثون بمصير المستقبل العراقي ومصير الاقتصاد العراقي بقدر اهتمامهم بتخفيف الضغط على إيران. نعم، الأستاذ شاهو القرداغي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.